السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف أقدم إحصائيات للنجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مع فريقه أولمبيك ليون في 3 مباريات الذي خاضها مع الفريق بعد الانتقال من نادي ويستهام الإنجليزي إلى صفوف الفريق الفرنسي. قبل البداية أتمنى منكم لا تنسوا الاشتراك لايك للفيديو سلوكك جديد لنبدأ عبر الله في التواصل أكثر. سعيد بن رحمة بعد انتقاله من نادي ويستهام ومعاناة كبيرة مع المدرب دافيد موس الذي كان في أغلب المباراة كاحتياطي، في الانتقال الشتوية انتقل إلى النادي الكبير الفرنسي أولمبيك ليون، ولحدود الساعة خاض 3 لقاءات مع الفريق الفرنسي. المباراة الأولى كانت ضد فريق مونبيلي في أول مباراة لسعيد بن رحمة، شارك أساسي في ذلك اللقاء ولعب 56 دقيقة بالتمام والكمال، فيما سدد 3 تسديدات، واحدة كانت مؤطرة و2 خارج الإطار. صنع 3 فرص في اللقاء، نسبة التمريرات بنسبة 76%، أما التمريرات الطويلة بنسبة 50%، والعرض بنسبة 67%، والمراوغات بنسبة 50%. لمس الكرة 33 مرة والتدخلات ناجحة بنسبة 100%، وحصل على تقييم في ذلك المباراة في أول مشاركة له مع الفريق الفرنسي بتقييم 7.4. فيما المباراة الثانية كانت ضد فريق نيس بين أولمبيك ليون ونيس، حيث لعب سعيد بن رحمة في ذلك اللقاء وفي المباراة الثانية له كأساسي، لعب 73 دقيقة بالتمام والكمال، سدد تسديدة واحدة، لم يصنع أي فرصة في ذلك اللقاء، والتمريرات بنسبة 84%، والتمريرات الطويلة بنسبة 100%، العرض بنسبة 38%، لمس الكرة 4 مرات، والتدخلات ناجحة بنسبة 66%، والتقييم هو 6.5 في ذلك اللقاء. أما في المباراة الثالثة التي كانت يوم الأمس في مباراة جمعت بين أولمبيك ليون ونادي ميت، سعيد بن رحمة بدأ هذه المرة كاحتياطي ودخل مع بداية الشوط الثاني، حيث أن فريقه كان متعادل بهدف لمثله، واستطاع سعيد بن رحمة في 45 دقيقة تسجيل الهدف الأول له على مستوى بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم. سدد تسديدتين، واحدة كانت مؤطرة وهي الهدف الذي سجله، وواحدة خارج الإطار، فيما نسبة التمريرات هي 82%، أما نسبة التمريرات الطويلة بنسبة 100%، المراوغات بنسبة 50%، فيما لمس الكرة 32 مرة، التدخلات الناجحة بنسبة 100%، والتقييم هو 7.6 كثاني أعلى تقييم في فريقه في لقاء يوم الأمس. للأمانة 3 مباريات بأداء جيد وأداء رائع، تحسن مستواه بعدما كان يعاني مع فريقه ويستهام، سجل الهدف الأول له هذا الموسم بعدما كان لم يسجل أي هدف في الدوري الإنجليزي مع فريق ويستهام، أصبح يشارك في المباراة باستمرار وأصبح يخوض دقائق أكثر من فريقه ويستهام هذا الموسم للأمانة، وهو في تحسن للظهور والبروز في الدوري الفرنسي إن شاء الله. لاعب يمتلك إمكانيات خرافية، كان في إمكانه مساعدة فريقه ويستهام، لكن المدرب دافيد موس كان له رأي آخر وهو عدم إشراكه في أغلب اللقاءات، ما جعل الدوري الجزائري يغادر الفريق وهو يتألق مع الفريق الفرنسي. ونتمنى الاستمرار في هذا الأداء الرائع مع فريقه أولمبيك ليون، وإلى اللقاء.